في الحياة انتبه، لأن هناك الكثيرون يريدون سرقة سعادتك وفرحك، ولا تسمح لهم بذلك، لأنك في كل الأحوال أنت من سيكون الخاسر. كما أعلم وتعلمون جميعا ولله العلم كله، سرقة سعادتنا مختلف كل الاختلاف عن طريقة سرقة الأشياء الأخرى. فعادة سعادتنا تفقد من طرف أولئك الأشخاص الذين نقضي معهم أوقاتنا، سواء في الدراسة أو العمل أو أي كان، ويقومون بذلك بمختلف الطرق التي يعرفونها. ومن أهم هذه الطرق ما يلي: أولا، يجعلونك تشعر أنك لست بتلك الأهمية التي تتصورها في عقلك، وأنك لا تستحق إلا أن تكون كئيبا وعاديا أقل قيمة منهم دائما. ثانيا، يحدثونك عن كل ما هو سلبي وصعب، ويجعلونك تتذكر ما كنت تريد أن تنساه، لكن ليس دائما الآخرين هم السبب في فقدان سعادتنا، فغالبا ما نكون نحن السبب، وذلك إما عن طريق البعد عن الله أو البعد عن أنفسنا. هنا قد يطرح أحدكم سؤال: هو البعد عن الله شيء واضح والجميع يعرفه، لكن كيف يمكن أن أكون بعيدا عن نفسي؟ هنا سأرد عليك قائلا: إن كنت لا تعرف من أنت حقيقة، ليس نسبك واسمك، ما هي وظيفتك في الحياة، وماذا يمكنك أن تقدم للآخرين ولنفسك؟ فإن لم تكن تعرف هذه الإجابات فاعلم أنك بعيد عن نفسك. فيديو اليوم كان عن أهم الطرق التي يمكن أن تفقد بها سعادتنا. أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمتم في سعادة ورخاء.